في حلقة الليلة غادي نعود لكم القصة الحقيقية والمخيفة واللي غادي تصدمكم نتاع عائلة بيرو اللي تعرفها معظمكم بالمنزل اللي تشهر في 2013 The Conjuring. فمن منا اللي ما شافش هذا الفيلم الغني على التعريف؟ واحدة من المتابعين ديال العائلة ديال قناة سلامي ليك هي اللي اقترحت عليا هذا الفيلم. فإذا جاب الله شي واحد فيكم ما عارفوش، خلينا نعود لكم باختصار مفيد شنو وقع في هذا الفيلم. كدور القصة على واحد الكوب اللي كيخدموا كمحققين في الخوارق الطبيعيه اللي غادي يطلب مساعده ديالهم واحد الاسره نتاع روجر اللي كانوا كيتعرضوا للترهيب والاذى من قبل الارواح الشريره اللي كانوا ساكنين في واحد الدار في واحد المزرعه اللي كانت منعزله. هادشي اللي بينوا لينا الفيلم، ولكن الحقيقه من مورا هذا الفيلم شيء اخر. يا ساده يا كرام، حلقه اليوم غادي تكون ممتعه وداكشي اللي كيبغي اغلبيتكم. هو صحيح انه كان المفروض انني نحط لكم البارح لانكم ولفتوني كنبان نهار يا نهار لا، ولكن حيتاش كان خاصني نتاكد من المعلومات فخدات مني شي شويه ديال الوقت. قبل ما ندخلوا في الاحداث والقصه ديالنا، اذا كنتي كتستمتع باسرار الجرائم الحقيقيه والقصص الحقيقيه، ما تنساش انك ببساطه تضغط على زر الاعجاب لتحت اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود، وتشارك معنا في القناه باش يوصلك دائما الجديد. جيبوا شي حاجه ما تشربوها وركزوا معايا مزيان لانه حلقتنا اليوم عامره بالاسماء. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. في منزل بالمزرعه في العروبيه فرود ايلاند اللي تبنى في 1736 عاشوا فيه بزاف ديال الاسماء على مر الزمن والتاريخ، بما فيهم ديكستر ريتشارد واولد بروك فارم. لما هذه المزرعه شرتها عائله بيرون في 1971 اللي كانت معروفه باسم أولد أرنولد ديستيت في يناير 1971، فروجر وكارولين بيرو غادي ينتقلوا مع بناتهم الخمسة ليها لهاد المزرعة، لهاد الدار اللي كاينة في هاد المزرعة، أندريا، أبريل، كريستين، سيندي ونانسي. غادي ينتقلوا للملكية ديال أرنولد القديمة اللي كاينة في الضواحي ديال رود أيلاند. وكيف قلت لكم، هي واحد المزرعة اللي تاريخية متواضعة وكتكون من 14 غرفة. كان الموقع مثالي باش انهم هاد العائلة يربوا خمسة ديال البنات ديالهم، والمكان المثالي لعائلة امريكية بكاملها. في البداية كان كل شي رائع وزوين بحال اي بدايات. كانت اندريا هي البنت البالغة من العمر 13 سنة، هي الاكبر ما بين البنات نتاع بيرون. والديها غادي يعطوها بيتها بوحدها بعكس خواتتها الاخرين. اختها نانسي اللي في عمرها 11 سنة وكريستي اللي في عمرها 10 سنين كانوا متشاركين في بيت واحد. سيندي وابريل كانت عندهم حتى هما غرفة واحدة بزوجهم. فكانت الدار او المنزل الكبير اللي كيكفي لكاع افراد العائله نتاع بيرون السبعه، البنيتات والام والاب. كانت عندهم حتى مساحه واسعه فين كانوا كيلعبوا البنات. ومع ذلك لما استقرت العائله اولد ارنولد، عمر هاد الكوبل روجر وكارولين اللي هما الوالدين ما نساو الكلمات الاخيره نتاع داك الراجل اللي باعهم هذيك الدار. لما عطاهم الساروت حذرهم في ظروف غامضه وقال لهم خليوا الاضواء مشعوله بالليل نتاع الدار. استغربوا لكن ما حاولوش انهم يركزوا على هذه الجمله وخذوها بواحد الطريقه اللي هي وديه. صراحه بز ليهم، علاش خذوها بطريقه وديه؟ حيتاش اصلا كانت امريكا في السبعينات عامره بالقتله المتسلسلين وبجرائم اللي كانت شنيعه، وقالوا ربما هذا هو السبب. ولكن النبره نتاع هذاك الرجل تسببت واحد النوع من القشعريره لهاد الكوبل روجر وكارولين، فحاولوا قدر المستطاع انهم يتناسوا هذيك الهضره، ولكن ما قدروش ينساو داك الحذر الغريب اللي قال لهم. ما دارش وقت طويل وقبل ما غادي توقع بزاف ديال الامور اللي كانت غريبه وغير قابله للتفسير داخل دارهم، فبداو كيسمعوا اصوات اللي كانت غريبه. كارولين بدات كتلاحظ بلي انه بزاف ديال الحوايج بداو كيختفيو. تخيلوا كانت كتشوف انها الشطابه كانت كتحرك من بلاصه لبلاصه وغير راسها. اكثر من هذا كانت كتسمع الغلايه ديال الماء او لا المقراج ديال الماء كان كيخدم بوحدو وخا ما تيكون حتى شي حد في الكوزينه في ديك الوقت. ايضا كانت كتلقى بعض الاوساخ في الارضيه ديال المطبخ وخا يلاه كتكون نقاتها مزيان وغير ساعات من قبل. في واحد المقابله كانت قالت سيندي بارون اللي هي البنت الثانيه نتاع هاد العائله، اي حاجه حطتها في المطبخ كنلقاها تبدلات من بلاصتها، اولا كنلقى الالعاب ديالي من تحت السرير ديالي. كنمشي عند خواتاتي وكنسولهم طبيعة الحال، حتى هادشي اللي غادي تكونوا تانتوما كتقولوا في راسكم دابا، لانه ربما خواتاتها هما اللي تيهزوهم ليها. كانت كتمشي وكتقول لهم شنو غادي ديروا بالالعاب ديالي، كانوا تيجاوبوها حتى حاجه. علاش غادي اصلا نهزوا اللعاب ديالك سيندي؟ عمر شي حد فيهم ما ناقش او لا شكك في هاد الاحداث حتى من بعد. اندريا اللي هي الاخت الكبرى حتى هي وقعوا لها بزاف ديال الحوايج من التجارب اللي كانت نوعا ما مزعجه، غادي يتم ايقاظها بزاف ديال المرات في منتصف الليل من قبل خواتاتها اللي كانوا كيدخلوا لبيتها
وكيجلسوا حداها في السرير وهما مرعوبين وقلوبهم بغات تخرج من بلاصتهم. سيندي اللي عندها 8 سنين وكانت كتشارك بيتها مع ابريل قالت بلي انه كانت كتسمع واحد الصوت اللي كان مخيف بيتها، كان صوت نتاع همس اللي كان تيقول كاينين 7 ديال الجنود قتلى في الحيط، وهذا الهمس كان كيتعاود وكيتعاود. مباشره من بعد الانتقال تقريبا غادي يلاحظوا كاع الخواتات الخمسه بلي انه دارهم الجديده فيها ارواح على الرغم ان معظمها ما كانش كتادي، ما كانوش ديما تيخافوا من الاشباح حيتاش تخيلوا غادي يوليو الاصدقاء لشي شبح سميتو ماني. وفقا لسيندي اللي كانت كتقول لما انتقلنا للمنزل اول مره في الشهرين الاولين كانت واحد المراه كتجي وكتقبلني كل ليله على جبهتي وكنت كنعتقد بلي انا وراه ماما. غادي تاكد اختها الكبيره اندريا وتقول الريحه ديال ماما بحال ديال الصابون، ولكن الارواح كتفوح منها واحد الريحه نتاع الزهور والفاكهه. ولكن كانت بعض الارواح اكثر خطوره، بحال مثلا واحد النهار بقات هذه الاسره فايقه في الليل كله بسبب واحد الصوت نتاع الصراخ، وبالضبط في الساعه 5:15 مع الصباح بكري غادي تهز الاسره ديالهم بواحد القوه غير مرئيه. من بعد غادي تنتشر الريحه ديال اللحم اللي كان نتين او للمتعفن في كاع الدار، والبيبان كانت كتسد راسها. واحد المقال غادي ينتشر في شهر 8 1977 في مجله ذا بروفيدنس جورنال اللي كانت كاتبه فيه كارولين بيرون اللي هي الام نتاع هاد العائله نتاع الخمسه ديال البنات، فقط قبل الفجر واحد الصباح وغادي نتلاقى شبح بجانب السرير ديالي، كان عباره على الراس ديال مرا اللي كانت عجوز ومدلي من الجانب وكان محطوط فوق من واحد الثوب اللي كان رمادي وقديم. كان واحد الصوت اللي كيتعاود الصدى ديالو، خرج خرج غادي نخرجك بالموت والكآبة. هاد الحوادث كلها كانوا بزاف على عائلة بيرون اللي انتقلوا لهاد الدار على اساس انهم يعيشوا واحد الحياة اللي هي مريحة وكريمة وبخير وعلى خير. في محاولتهم انهم يفهموا شنو واقع بالضبط في دارهم، كارولين اللي هي الام اثناء بحثها بدات كتقرا في التاريخ ديال اولد ارنولد استيت اللي كان المالك نتاع الدار قبل منهم، على حساب شنو كاين غادي تلقى معلومات كيفاش كانت هاد الدار ديال نفس العائله لمده 8 ديال الاجيال مع وفاه بزاف من الاعضاء في ظل ظروف اللي كانت مروعه او لا غير قابله للتفسير. تخيلوا باظ ليهم الصراحه، بما في ذلك الغرق والجرائم والقتل وحتى الانتحار. يعني دوك الاجيال 8 اللي كانوا ماتوا في دوك الدار بزاف منهم اللي ماتوا بهذه الطرق، عاش 8 ديال الاجيال من عائله وحده وماتوا في ديك الدار قبل ما هما ما يوصلوا العائله ديال كارولين. هاد العائله الاخرى اللي جات دابا قالت اندريا بيرون انه شي وحدين منهم ما غادروش من ديك الدار، بمعنى وفقا للاخبار دبليو جي ار كيكشف الكتاب الاسود نتاع بورفيل واللي هو كتاب سجلات العامه السابق نتاع المدينه انه على مدار فتره وجود هذه الدار كانوا فيها عمليتين ديال انتحار شنقا وحده اخرى انتحار بالسم وقتل نتاع شي طفل اللي كانت عنده 11 سنه وكان غرقان وكان موت لواحد الرجال اللي تجمدوا في شي بحيره اللي كانت حدا ديك الدار حتى ماتوا. بالاضافه من هادشي كله خسائر ماساويه اخرى في الارواح. اما وفاه ارنولد الاخير اللي كانت تتملك هذه المزرعه مع الدار كانت الوفاه ديالو محل نزاع مع المؤرخين المحليين اللي اشاروا بلي انه حقيقه سجل الوفاه الرسمي الخاص بها كيشير على انها ماتت في اوكسبيرج، وهذا تيعني بلي انها ما فقدتش حياتها في هذه المزرعه، ما فقدتش حياتها في هذه الدار. علاوه على هذا السجل كيذكر السبب ديال الوفاه ديالها على انه تم قطع الحلق ديالها. العائله ديال بيرونز فاش اكتشفت هادشي اجبرت على انها تبقى في هاد الدار نتاع اولد ارنولد استيت حيتاش كاع الفلوس ديالهم نفقوهم في الانتقال، ودابا حتى الا بغاو يتحولوا باش يتهناو من هادشي كامل ما يمكنش ليهم. وهنا غادي تحول الاشباح اللي كانت ظريفه في ديك الدار الاكثر عنفا وقوه، وبدات كتبان ليهم، بدات كتبان للعائله. فكانت الروح الشريره واكثر ضررا هي واحد المراه اللي سميتها او لا تدعى باتشيبا، وعقلوا على هذا الاسم مزيان حيت غادي نرجعوا ليه. باتشيبا شيرمان اللي كانت مسؤوله على انها كتحطم الزاج على غفله وانها كتلوح شي حوايج ديال البيت من الشرجم لسبب غير مفهوم، وانها كتهرس الحيوطه بواحد الشكل اللي هو رهيب وخطير. فكانت هذه الروح غضبانه بشكل خاص فقط في حضور كالورين بيرون حيت هي اللي كانت كتقلب شنو السر من مورا هاد الاشباح والتاريخ نتاع الدار. واحد الليله كانت جالسه كارولين في الغرفه ديال المعيشه ديالها وحست بواحد
الالم ثاقب في رجليها، شافت لتحت وبان ليها الدم تيسيل بسبب شي جرحه نتاع بحال شي ابره اللي دخلت فيها. وفق الاندريا بيرون اللي هي بنت هاد العائله، فهمت بلي انه كيف ما كانت هاد الروح فهي كتبقى السيده نتاع المنزل، وانه عيات من المنافسه اللي كانت كتقاتل عليها امها في هاد الدار. هذاك الشبح نتاع باتشيبا كانت كتعذب كارولين باستمرار على طول تخيلوا 10 سنين اللي عاش فيها هاد العائله في هاد المزرعه نتاع ارنولد القديمه والمسكونه. صبروا كاع هاد السنوات حيتاش كيف قلت لكم ما بقاش عندهم باش انهم ينتقلوا من جديد. كان هذا التعذيب عاطفيا وجسديا من غير الطعن اللي تعرضت ليه في رجليها. كانت هاد الروح مخبية أشياء لكارولين طوال هاد الوقت، الأمر اللي خلاها أنها تحس وكأنها صافي غادي تحماق. كانت ديما كتحس بالإرهاق والتعب اللي خلى المشاعر ديالها تكون أسوأ. ومع ذلك من ناحية واحدة أخرى أنه باتشيبا تخيلوا كانت ظريفة مع روجر بيرون. كون هاد روجر بيرون إلا عقلتوا عليه هو الأب نتاع هاد الخمسة البنات، الزوج نتاع كارولين، وتأكد بلي أنه هو ما شاف منها إلا الجانب الجميل. هادشي كامل اللي كنت نعاود لكم راه هو القصة الحقيقية. من بعد كانوا المؤلفون نتاع السيناريو والمخرج نتاع الفيلم The Conjuring في 2013 استوحى أكثر من العذاب نتاع باتشيبا تشيرمان والفضائع اللي سببت فيها العائلة نتاع بيرون. فعلى الرغم من أنها كتبان شخصية اللي تم إنشاءها خصيصا لهوليوود، إلا أنه باتشيبا تشيرمان كانت حقيقية جدا. فخليني دابا نقربكم شي شوية من هاد باتشيبا وعلاش الروح ديالها وشكون هي في الأصل. تولدات باتشيبا يا سادة يا كرام في عام 1812 في رولاند آيلاند، تزوجات بالصديق ديالها رود آيلاندر في تومسون في 10 مارس 1844. كانوا هاد الزوجان في حالة مزيانة إلى حد ما، فغادي يخدم جودسون على الأرض أو على ديك المزرعة، بينما باتشيبا بقات في الدار ديالها كتربي في الوليد ديالهم هيربرت اللي كان من المواليد نتاع 1849. تيقول البعض بلي أنه آل تشيرمان ولدوا ثلاثة ديال الأولاد واحد آخرين اللي كلهم ماتوا قبل ما يلحقوا يديروا 7 سنين، ومع ذلك ما لقاوش سجلات اللي كتأكد السبب نتاع أنهم كيفاش ماتوا، ولكن بقي واحد السجل اللي هو غير رسمي للشجرة نتاع عائلة تشيرمان اللي كيدعي بلي أنه ولاد جودسون وباتشيبا ثلاثة الآخرين اللي هما جوليا اللي تولدت 1845 وإدوارد اللي تولد في 47 وجورج اللي تولد في 53. ممكن أنهم ماتوا قبل ما يتسجلوا، ولكن مرة أخرى لم يتم العثور على دليل قاطع كيثبت الوجود ديالهم أو اللي حتى تيشكك فيهم. فعلى الرغم من الحياة الهادئة أو المتواضعة اللي كانوا تيعيشوا فيها هاد الكوبلة ولا هاد العائلة، فكانت العائلة ديال تشيرمان في الغالب موضوع اللي كانوا تيطلقوا عليهم الشائعات. كانوا كيعتقدوا سكان المدينة بلي أن باتشيبا كانت ساحرة أو كتمارس شي طقوس نتاع الفنون اللي هما مظلمة، وغادي الشكوك ديالهم غادي تأكد أكثر لما مات الرضيع أثناء الرعاية ديالو في ظروف اللي كانت غامضة. فلما دار تشريح للجثة غادي يلقى الطبيب واحد الأدلة اللي كانت مروعة، بمعنى أنه كانت القاعدة نتاع الجمجمة ديال داك الرضيع تخترقات بشي حاجة اللي كانت طويلة وحادة. فبزاف اللي ادعوا بلي أنه هاد الشي بالذات كان إبرة ديال الخياطة اللي كبيرة هو جزء من الطقوس الشيطانية. بطبيعة الحال بدأوا السكان المحليون في النميمة أكثر على باتشيبا وتورطها في السحر. فالمحكمة غادي تاخذ الإجراءات ديالها ضدها، ولكن مع عدم وجود شي دليل على أنها كانت هي اللي دارت هذه الفعلة في الراس نتاع هذا الرضيع ديالها غادي يبرؤوها من جميع التهم. ياكو باقيين معايا شادين حتى لدابا؟ القصة مشات بعيد من هذا الشيء. مع ذلك هذا ما منعش بلي انه السكان من انهم يعتقدوا بلي انه الطفل تم استخدامه كذبيحه بشريه للشيطان. من بعد غادي تموت باتشيبا في 25 ماي 1885، من بعد 4 سنين غادي يموت راجلها جودسون. الانترنت عامر بالاشاعات اللي تيقولوا بلي انه الجسد ديالها حرفيا تحول لحجر في اللحظه اللي لفظت فيها الانفاس ديالها الاخيره. المهم هادشي انا ما كنتيقوش، هادشي كيجيني غير اساطير. المهم كاينين بزاف ديال المنشورات اللي كتزعم بلي انها ماتت بالشلل طريقة اللي كانت غير مفهومة اللي خلى الأطباء في حيرة وخوف. المهم راه ما كاينش شي سبب نتاع الوفاة الحقيقي ديالها نتاع باتشيبا، ومع ذلك باقي يمكن نشوفوا القبر ديالها في المقبرة التاريخية في وسط مدينة هاريسفيل رود آيلاند. وحيتاش ما كاينينش أدلة بشأن الأنشطة ديالها الشيطانية، كيعتقد البعض باللي أنه باتشيبا ما كانش في الواقع ديك الروح الخبيثة اللي كطارد العائلة ديال أرنولد القديمة وعائلة بيرنس.
من غير هادشي ما كانش باتشيبا كتعيش في الواقع في هاد العزبة نتاع أرنولد القديمة، على الرغم من وجود منزل فيها، ولكن كانت كتعيش في مزرعة اللي هي قريبة ولكن في نفس الممتلكات ديال أرنولد، يعني في نفس الأرض ولكن ماشي نفس الدار. وعلى حسب ما جاء في The Providence Journal بلي أنه كاينين شي أشخاص كيزعموا أنه الروح اللي كتطرد الدار ديال أرنولد بالعنف كانت واحد السيدة اللي سميتها جون أرنولد. دابا غنمشيو لواحد الاسم واحد آخر، كنتمنى أنكم تكونوا مازال باقيين شادين معايا، اللي تقال بلي أنه قتلت راسها في واحد الحظيرة نتاع المزرعة في القرن 18. مع ذلك هذه الحجة ما متفقينش عليها بالنظر للحقيقة بلي أنه سجلات تاريخية كتبين بلي أنه جون أرنولد الوحيدة اللي ماتت بهذه الطريقة راه ماتت في القرن 19 ماشي في القرن 18، وتحديدا سنة 1866، وانتحرت في دارها اللي كانت بعيدة بشي كيلومتر من العقارات نتاع أرنولد القديمة. ولكن لم يثبت إثبات الصلة ما بين المزرعة والروح نتاع باتشيبا تشيرمان، هذا فقط كان مجرد اقتراح اللي قدمه واحد المحقق نتاع الخوارق للعادة الشهير اللي سميتو إيد ولورين وارين، وهاد الزوج هما اللي طالع عليهم الفيلم نتاع ذا كونجورين. بطبيعة الحال ما قدروش انهم يفوتوا الفرصة باش انهم يحققوا في الاشياء الغريبة والحقدة اللي كانت كتوقع لعائلة بيرون في اولد ارنولد استيت. يعني غادي نرجعوا لهاد العائلة الاخيرة اللي عاشت في هاد المزرعة. في الفيلم كيبان لينا بلي انه تواصلت كارولين بيرون مع هاد المحققي الخوارق اللي هما مشهورين باش انها تطلب منهم النظر في الاحداث الغريبة في المنزل ديال العائلة. على الرغم من هذا في الحياة الواقعية من غير الفيلم كان صديق العائلة وهو اللي اتصل بوارنرز اللي كانوا كيخدموا في ديك الوقت على قضية واحدة اخرى في ولاية كونتيكيت اللي كانت قريبة. كتذكر اندريا بيرين باللي انه عمرنا ما تواصلنا بالوارنز. الصديقة ديالنا باربارا هي مشات باش تشوفهم، يعني مشات تشوف هاد الكوبل في بوتنام حيتاش داروا شي حاجات في كاع انحاء المنطقة وغادي يتم ابلاغهم علينا. وعلى حسب ما كان انه الوارنرز داروا بزاف ديال الرحلات للديور على مدار 10 سنين اللي عاش فيها ديك العائلة تما، على عكس شنو وقع في الفيلم. ما كانوش يقدموا بزاف من المساعده في الحياه الحقيقيه. مثلا كانت اللعبه نتاع الغميضه في الفيلم ديال كونجورين كتقشعر ليها الابدان واللي فيها شافت ليلي تايلر كتعذبها روح كارولين بيرون، لكن كانت أسوأ بكثير في الحياه الواقعيه. اللعبه ديال الغميضه والتصفيق اللي كانت كتلعبها البنات في الحياه الواقعيه من غير الفيلم كان واحد الحدث اللي هو مروع لا علاقه مع الفيلم نتاع كونجورين. من بعد 6 شهور من انتقال العائله نتاع بيرون لهاد المزرعه نتاع ارنولد ستيت، فسيندي كانت كتلعب مع خواتاتها وقررت باش انها تخبى حيت كتلعب اللعبه نتاع الغميضه في واحد المخزن ديال الحطب باش ما يلقاوهاش خواتاتها اللي كانوا تيقلبوا عليها انذاك. وهنا غادي تلقى واحد الصندوق اللي كان خشبي اللي غادي تطلع ليه وكان فيه واحد الغطاء اللي كان من الخشب، باش كانت بغات تدخل راه حلاته بسهوله ودخلت، لكن فاش كانت بغات تخرج منه كتحاول انها تحلو ولكن ما قدراتش، كانه شي واحد كان واقف عليه وسدوا عليها. وهنا بدات سيندي كتغوت وكتدفعوا وتخلعات. من بعد 20 دقيقه من الرعب اللي حسات بيه وبلي انها بدات كتخنق في هذاك الصندوق غادي تلقاها اختها وهزات عليها الغطا بسهوله كانه تحد ما كان عليه. فمن بعد ما ايد ولورين وارنر هاد الكوبل اللي كنا كنشوفو في هذا الفيلم تاع كونجورين سمعوا تجارب هاد الاسره اللي غادي يقترحوا بلي انه الروح نتاع باتشيبا هي اللي كانت كطارد العائله نتاع بيرنز، فكارولي الام نتاع هاد الخمسه ديال البنات غادي تحكي لهاد الكوبل اللي كيصيدوا الارواح الحدث نتاع ليبرا. وهنا قالوا لها الحقيقه نتاع باتشيبا اللي اتهمت بهذا الامر بفعلا مع ولدها الرضيع اللي مات. فقيل بلي انه العائله نتاع وارن قالت بلي انه باتشيبا قتلت بنتها كذبيحه للشيطان باش انها تاسس طقوس سوداء قبل ما تنتحر. قالوا بلي انها شنقات راسها وهذا هو السبب اللي خلى كارولين بيرين انها تشوف بزاف ديال المرات الشبح نتاع مراه اللي حاطه حبل على عنقها ومشنوقه. في الفيلم ديال ذا كونجورين نجح الكوبل ايد ولورين انهم يحيدوا هذا الروح نتاع باتشيبا من الدار، ونجحوا ايضا في انهم ينقذوا الحياه نتاع كارولين وابريل بيرون في هذه العمليه. ولكن في الحقيقه إيد ولورين وارن ما قدروش. فخلال إحدى الزيارات ديالهم بينوا في الفيلم باللي أنه دار واحد الجلسة نتاع الطقوس برفقة شي كاهن ووسيط في محاولة التواصل مع الأرواح اللي كانت كتعذب العائلة ديال بايرون. ولكن في منتصف الطقوس كارولين كأنها غادي تستحوذ عليها الروح نتاع باتشيبا وبدات كتكلم باللسان ديالها وبدات كتهز. البنات نتاع بيرون خمسة تمنعوا من أنهم يحضروا لهذه الجلسة، مع ذلك كتقول أندريا باللي أنه كانت كتشوفهم بالتخبية وكتبات
كتبات في الدفتر ديال الذكريات ديالها اعتقدت باللي انني غادي نفقد الوعي ديالي، حيت بدات الام ديالي كتحدث بواحد اللغه ماشي نتاع العالم ديالنا، وكان بواحد الصوت اللي ما كانش بصوتها. الكرسي ديالها كان كيتهز وكيتلاح في جميع انحاء الغرفه. كانت الاخت نتاع اندريا الصغيره واللي هي سيندي كتخبى مع اختها الاخرى باش انهم يشوفوا الاحداث، وغادي تذكر هذه الحادثه على انها كانت مروعه. وقالت عائلة وارين حاولوا أنهم يعاونونا، ولكن لقينا بلي أنه الأمور غير غدا وكتزداد سوء من حولهم. فباش روجر بيرن اللي هو الأب نتاع هاد البنات أو الأب الأسرة يحافظ على الاستقرار العقلي ديال مرتو، غادي يطرد العائلة ديال وارين، يعني غادي يطرد هاد الكوبل وحضرهم بلي أنهم ما يبقاوش يحققوا في هاد الشيء. روجر بيرن لما دار 77 سنة من بعد قال كارولين كانت ممسوسة وتشوه الجسد ديالها كله، واستمر هكاك حتى بداو كيخرجوا منها الشياطين اللي يسيطروا عليها، ومن بعد غادي نطرد العائله نتاع وارين. غادي يستمر العذاب نتاع هاد الاسره حتى لسنه 1980، وتمكن روجر وكارولين من انهم يبيعوا هاد العقار اخيرا نتاع اولد ارنولد استيت، ومشاو استقروا في جورجينا باش انهم يعاودوا يبنيوا حياتهم وما يبقاوش يشوفوا اللور. في ديك السنوات الخمسه حاولوا البنات باش انهم يهربوا من داكشي اللي تيوقع لهم. ديك ليشات العقار نتاع ارنولد استيت من بعد واللي كانت سميتها نورما سات كليف ما كانتش متفقه مع بيرنز. لما غادي تشري هذا العقار في سنه 1987 كتقول بلي انه ليومنا هذا ديك الوقيته ديك الدار ما كانش مسكونه لا من قبل باتشيبا الحقيده ولا من الارواح ديال الخير اللي كانت كتدعي هذه الاسره نتاع بيرنز بلي انها كانت كتهجم عليها. كانت نورما كتعيش في هذه الدار لما خرج الفيلم تاع ذا كونجورين الاول، ورفعت دعوه قضائيه ضد هذا الفيلم بسبب الاضرار اللي تسببوها في انهم اعتدوا على الممتلكات الخاصه ديالها. صراحه ما عرفتش تخيتي واش هذا الشيء بصح قالتو، حيت اش بصح باش تربح الفلوس ودير اشهار ولا الله اعلم ولا غير كذبات ولا ما عرفش، حيتاش في عام 2019 غادي تحط هاد خيتي هاد الدار نتاع ارنولد ستيت في سوق العقارات باش انها تباع، وغادي تشرى من قبل كوري هاينز ومرتو جينيفر. هاد الزوجان قالوا فعلا حسوا بواحد النشاط نتاع الخوارق بحال شي خطوات ولا البيبان كيتسدوا، ومع هذا ما عمرهم اذتهم شي حاجه كيف موقع العائله ديال بيرن في السبعينات. قالوا هاد الكوبل بلي انه بالعكس احنا غادي نرحبوا بالارواح اللي كانت مسكونه تما. لما انتقلوا للعيش في هاد الدار قالوا بلي انهم غادي نعسوا في واحد الجناح صغير لمده 4 شهور الاولى، على اساس انهم ما بغاوش يتجاوزوا الحدود ديالهم بالخوارق. لكن لما غادي يفتحوا الباب ما بين الدار والجناح الصغير اللي كانوا كيعيشوا فيه، واحد النهار غادي تفيقهم شي شخصيه اللي كانت غريبه. كيقول كوري اللي هو الزوج كانت واقفه قدام الباب واحد المراه وكان كلشي فيها، وكانت كتشوف فينا وصف. كانت تذكر باللي انني كنت كنشوف فيها، وكانت جينيفر مرتي واقفه كتقول شنو هاد الشيء، شويه غادي تحرك داكشي بسرعه البرق. قال جينيفر ما كانش الامر مخيف وما كانش شرير، كنا متحمسين وصافي، حتى مع تاكيد هاد العائله الاخيره باللي انه كاينين خوارق الطبيعه في هاد الدار، فبزاف اللي كان باقي مازال تيشكك في هاد الامر. وانا شخصيا واحد الراس تيقول لي يا اما هادو كيتفلوا باش انهم حتى هما يتشهروا ويديروا مقابلات ويجمعوا الفلوس زعما يديروا شي بيزنس من هاد الدار، يا اما راه هادشي بصح ومسطين وباغيين يعيشوا هاد التجربه وعايشين مع بسم الله الرحمن الرحيم كيف تيديروا الله اعلم. على الرغم من هاد المنتقدين ديالهم فبقاو آل بيرن ديك العائله نتاع خمسه د البنيتات باقيين شادين باللي ان القصه ديالهم هي حقيقيه. في مقابله مع يو اس اي توداي قالت اندريا هي البنت تاع ديك العائله انا وماما غادي نسرطوا لساننا على اننا نكذبوا، والناس هم احرار في انهم يصدقوا اللي بغاو، ولكن حنا عارفين شنو عشنا. فلوران مرت اد داك الكوبل كتقول بلي انه مازال كتحس بالصدمه بسبب الاحداث اللي وقعت في الدار نتاع ارنولد القديمه، وقالت الاشياء اللي وقعت تما كانت مخيفه وباقي كتاثر عليا فاش كنذكرها اليوم. ولكن اكثر منتقديها اللي هو ستيفن نوفيلا واحد الطبيب ديال الاعصاب ورئيس جمعيه المتشككين في نيو انجلاند كان منتقد من زمان الوارنرز والعمل ديالهم، وكان قال واحد المره في حقهم في حق داك الكوبل وارنرز هما واعرين في السرد نتاع القصص ديال الاشباح، يمكن لك دير بزاف ديال افلام استنادا من القصص اللي تيسجلوها، ولكن ما كاين حتى شي سبب لاعتقاد باي شرعيه لهم. فعلى الرغم من الانتقادات كانت عائله بيرن داعمه للفيلم. في واحد المقابله غادي تصرح اندريا بيرن باللي الطاقم ديال الممثلين كان تيشبههم والاطفال كانوا تيشبهوا لينا بحال الشخصيات ديالنا، وقالت على المخرج جيمس وان غادي يتمكن من التقاط الجوهر من اللي شدزت به انا وعائلتي. واخيرا بزاف اللي كيعتقد باللي انه العائله الحقيقيه اللي هي عائله بيرن تعذبات من ديك الروح ديال باتشيبا، والحقيقه هي هذه اللي عاودت لكم من وراء فيلم ذا كونجورين، فيلم يستحق صراحه المشاهده لكل محبي الرعب بحالي. ما كرهتش اني نسمع الاراء ديالكم في هذه الحلقه وتقولوا لي واش فات لكم سمعتوا شي حاجه قريتوها على هذا الفيلم.
شي حاجه قريتوها على القصه الحقيقيه؟ واش كتظنوا واش هادشي غادي يكون حقيقه وكتيقوه ولا غير بنادم خلقها وصافي؟ هذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. الا عندكم شي اقتراح نتاع شي فيلم واحد اخر حطوه ليا لتحت. الحلقه اللي غتجي جايه ان شاء الله غادي تكون فيها هذه حكايتي. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.